راجل منه. فاشتمنا في نهار رمضان لكل حال فسد صومه. هذا بالنسبة إلى الإخراج. تعرف على نفس إخراج البني الاستمناء لكل حال إلى محجور يعتبر معصية وليس له أن يفعل ذلك. فيه ما فيه من الخطورة من المنبر بدنية. على كل حال عرف ذلك من مارس هذه العادة يعني. عرف ذلك عندما صار بالغا وكل حال بلغ شيخوخة. كثير من الناس يعني حال يشكون هذه الحالة صار ما صار معهم لكن حال من التأثيرات يعني. فليكن الإنسان على حذر من هذا يعني. يعتبر معصية وهو الزنا الأصغر فيما قيل فلا نرى قط به تحليلا. ونحكم فيه من يجلدن عميرة بتعزيره ضربا وسجنا متى أثم وشوهد منه الفعل أو باعترافه وليس هنا حد عليه فيلتزم. وهذا الجزاء في من أصر وإن يكن أتى تائبا فليكفي توب والندم. ومن يعبث بالفرج سمي جالدا عميرة خذ تفسيره غير منبهم. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب الذين لم يستطيعوا الزواج بالصوم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج وإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. على كل حال ذكرناكم وحذرناكم أن فيه ما فيه من المضار يعني. نعم هذا بالنسبة إلى الإخراج. إذا أخرج المني يخرج المني كما أنه يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ويفسد الإحرام. يفسد الاعتكاف ويفسد الإحرام ويوجب الكفارة كفارة الصوم وكفارة الإحرام وكفارة الاعتكاف عند من قال بها. شوف كم معكم ستة أشياء: فساد الصوم وفساد الاعتكاف وفساد الإحرام. زين يوجب أيضا كفارة كفارة الصوم وكفارة الإحرام وكفارة الاعتكاف. تعرف سيأتي حكم الكفارة ما هي الكفارة المغلظة. نعم.